وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس إلى ولاية تندو في جنوب البلاد. وتندرج زيارة الرئيس تبون في إطار زيارة عمل وتفقد. ومن المرتقب أن يدشن ويعين الرئيس الجزائري من خلال هذه الزيارة عددا من المشاريع التنموية والحيوية. وقيام ثورتها المجيدة. سيد الرئيس، نساندك
ونشد على عضدك من أجل المواصلة في رفع التحديات داخليا وخارجيا وإرساء قواعد التلبية المستدامة من أجل جزائر الجديدة المتطورة ورائدة بين الأمم. نشكركم سيد الرئيس على دعمكم الدائم وموقفكم الثابت والمشرف للجزائر والداعم للقضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين والصحراء الغربية. عاشت الجزائر حرة المستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. سمحوا لي نتصور معكم.